ومعنا على الهاتف الأستاذ يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. بعد التحية، يعني تحتفل مصر اليوم بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهي تعد نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر. يعني كيف ترى هذا الاحتفال في ظل إقليم ملتهب من مشاكل كثيرة حول مصر، ولكن هذه الذكرى تعد هي الأكبر بعد عام على الذكرى 50 على ذكرى حرب أكتوبر المجيدة؟ يعني أولا يعني خالص التهنئة لكل الشعب المصري والأمة العربية بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر الانتصارات المجيدة اللي كل يوم بتتكشف، كل عام بتتكشف مجموعة من الأسرار الجديدة اللي كانت مش اللي سطرها الجيش المصري والشعب المصري بمساندة أشقائه العرب في حرب 6 أكتوبر 73. زي ما حضرتك قلتي بالتأكيد في أوضاع إقليمية مضطربة، لكن في الوقت الحالي، لكن خلينا نرجع لمجموعه من الاسباب اللي هي ادت الى انتصار اكتوبر واللي ممكن نستفيد بيها في الوقت الحالي. من ضمن الاسباب اللي ادت الى انتصار اكتوبر هو ما اشار اليه السيد الرئيس اليوم في تويتر، وايضا في احتفاليه تخريج دفعات القوات الكليات العسكريه قبل يومين. الفكره التلاحم الشعبي والتماسك الشعبي ما بين او التلاحم ما بين الشعب والقوات المسلحه، والذي صنع ما يمكن ان نعتبره حائط صد قوي في مواجهه العدو، وده اللي ادى الى رفع قوه وعزيمه القوات المسلحه، وادى الى التحول السريع من الهزيمه الى الانتصار في فتره زمنيه قليله جدا. دي رقم واحد. رقم اثنين، التمسك بالرؤيه التطويريه للقوات المسلحه، ودي كانت نقطه واضحه جدا في انتصار 6 اكتوبر. هناك اهتمام كبير جدا في الوقت في القياده السياسيه في هذا الوقت بتطوير القوات المسلحه، وايضا القيام بمجموعه من العمليات التمهيديه التي مهدت لانتصار اكتوبر. الامر الثالث هو الوقفه العربيه الصلبه والقويه خلف القوات المسلحه المصريه وخلف الدوله المصريه في قرار الحرب. هذه العوامل الثلاثه هي يعني من ضمن الاسباب القويه التي ادت الى انتصار 6 اكتوبر 73. لو احنا نظرنا الوقت الحالي، اكيد في هناك اوضاع سلميه مضطربه، في توترات في المنطقه لها تداعيات كثيره جدا سلبيه على مصر وعلى الدول الاقليم. اذا ما استدعينا دروس 6 اكتوبر 73 نستطيع ان نؤكد على ان هذه الدروس هي نحتاجها في الوقت الحالي. التلاحم الشعبي، التماسك ما بين الشعب المصري والقوات المسلحه هو اصبح هو ضروره، وبالتاكيد هو يحدث الان في مصر. هناك تلاحم كبير جدا بين الشعب المصري وبين القوات المسلحه، وده شفناه في مناسبات عده، في بدايه من حرب ومواجهه الارهاب في سيناء بعد 2013 حتى الان، وادى لانتصار القوات المسلحه وبالاضافه الى الشرطه المدنيه على جماعات الارهابيه، وهذا حدث بفضل التماسك ما بين القوات المسلحه وبين الشعب المصري. الامر الثاني هو تطوير العقيده او عقيده تطوير القوات المسلحه وامدادها بكل باحدث الاسلحه والخطط الاستراتيجيه، وده اللي موجود في الوقت الحالي، وده احنا حتى شفناه في مناسبات عده ان القوات المسلحه المصريه يعني على أهبة الاستعداد رقم واحد بما تملكه من قدرات قتاليه، بما تملكه من قدرات تدريبيه لجنود افراد وجنود القوات المسلحه. وبالتالي احنا بنتكلم على الدروس 73 هي ما نستفيد منه الان في الوضع الحالي، وهو ما نراه يتحقق على ارض الواقع في وقفه قويه جدا من الشعب المصري خلف القوات المسلحه. هناك اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه بتطوير القدرات التسليحيه والقدرات التدريبيه لقوات المسلحه لتكون على اهبه الاستعداد لمواجهه اي خطر او اي تهديدات، يعني ارتباطا بالاوضاع الاقليميه المضطربه. ايضا هناك يعني ثقه كبيره جدا من الاشقاء العرب في قدره مصر وقدره القوات المسلحه على مواجهه اي تحديات. هذه الدروس وهذه العناصر الثلاثه الرئيسيه التي يمكن ان نستفيد بها من حرب او من انتصار 6 اكتوبر في مواجهه التحديات الموجوده او التحديات الاقليميه التي نراها ونشاهدها اليوم. يعني بالفعل كما ذكرت هناك العديد من الاسباب، ولكن دائما عقيده الجيش المصري وايضا تلاحم الجيش مع الشعب هو حائط الصد المنيع امام اي عقبات للدوله المصريه. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ يوسف ايوب، رئيس تحرير جريده صوت الامه.